استثمار الطاقة بالأمل الفاعل. مرحبا من جديد. من بعد ما حددنا القاعدة الذهبية وتعرفنا على سارة، دينا وأمل، رح نكمل بموضوع الطاقة. بيقول توني روبنز، هناك حالتين بيمنعونا من التقدم من الحياة: الخوف ونقص الطاقة. فكيف يمكن التخلي عن الخوف اللي بيمنعك من تحقيق أحلامك والانطلاق صوب تحسين نوعية العلاقات بحياتك؟ اليوم حديثنا عن الطاقة وكيفية تعزيزها. الطاقة هي القوة الحيوية الموجودة داخلنا واللي بتدفعنا لنفيق كل يوم من الصبح، وبتعطينا الرغبة بالنمو والتقدم بحياتنا، وبتسمح لنا أنه نأثر على العالم. فإذا كان عندك الرغبة بالتغيير والتطوير الذات، وأنا أكيد أنه كل متابعينا عندهم هالإرادة، فالخطوة الأولى هي التواصل مع هالطاقة الموجودة بداخلك. كتار اللي حكيوا عن أهمية هالطاقة، فمثلاً بيعتقد عالم الاجتماع النفسي جاك سالومي أنه كل شخص بيولد مع ثلاثة بذور: بذرة الحياة والحب والطاقة. وبالنسبة لسالومي، يمكن تنمية هاي البذور والاهتمام فيهم، أو يمكن استهلاكهم وخسارتهم. الطاقة اللي هي إحدى هاي البذور يمكن اكتشافها من خلال اختباراتنا اليومية، ولمعرفة وفهم الطاقة واختبارها بالحياة اليومية أكثر، رح أحكي لكم هالقصة. كريس جونستون، المدرب المتخصص بالمرونة والرفاهية، بيحكي عن طريقة احتفاله بليلة الدخول بالألفية الثانية. كان عم بيتنزه مع شقيقه بشوارع المدينة من دون حماس وفرح. فجأة بيسمع صوت آلة الجنبي، وبيجذبه هالصوت وبيخلق فيه رغبة بالذهاب لبيته لإحضار آلة الطبل والمشاركة بالاحتفال. وهيك صار، واستمروا بالاحتفال لطلوع الضوء على أنغام الموسيقى مع عدد من الأشخاص اللي انضموا وشاركوهن فرحتهم. وهالخبرة كانت استثنائية وساحرة. المغزى من القصة أن أمور صغيرة ممكن تحرك فينا هالطاقة اللي ما كنا مدركين لوجودها. وإنت، هل عشتي مرة مغامرة تخطيتي فيها حدود المعقول بالنسبة إليك، واكتشفتي بذاتك قدرة ما كنتي عارفة أنه عندك؟ شاركينا قصتك وتجربتك بالتعليقات. بالعودة لخبرة كريس جونسون وقصة سهرة راس السنة، برأيكم شو الأمر اللي صار وعمل هالتغيير؟ من الصعب أنه نعرف شو بيفكر أو بيشعر الشخص، بس تصرفاته ممكن تعطينا دليل. يعني ممكن القول أنه بأول السهرة كان عم يشعر بعدم الانتماء للمكان الموجود فيه، مما خلق عنده حالة خمول. أما بالحالة الثانية فكأنه عاش نوع من التنسيق الداخلي بسبب المحفز، أي آلة الجنبي اللي خلقت بداخله فرح وشغف جديد، وهالشعور دفعه للابتكار ولتغيير مسار ليلته، كأنه انتقل من مستوى متدني من الطاقة لمستوى عالي جداً. إذا افترضنا أنه هناك مقاييس من 1 لـ7، بحيث أنه 1 هو دليل على قوة ضئيلة و7 على قوة كثيفة من الطاقة، فمنلاحظ انتقال جونستون فجأة من 1 لـ7. هنتعمق لاحقاً بمصادر الطاقة ونشوف كيف فيهم يساعدوا على تحقيق القيادة الذاتية وتغيير المجتمع من حولنا. ولكن اليوم المهم تعرفي أنه هناك مستويات مختلفة من الطاقة، وأنه هاي المستويات تولد من أفكار بتؤدي إلى خيارات ترفع من مستوى ودرجات طاقتنا. الخيارات هي الكلمة المفتاح. فهل الإنسان بيملك الخيار بمواجهة تحديات الحياة؟ هل المرأة ذات الإعاقة بمجتمعاتنا الشرقية عندها خيار؟ للإضاءة أكثر على التحديات اللي بتواجه المرأة ذات الإعاقة، رح نتطلع على تقرير أعدته الأمم المتحدة بفترة جائحة كورونا. تبين فيه أنه النساء والفتيات ذوات الإعاقة بيعانوا من أشكال متعددة من التمييز والإقصاء، الأمر اللي بيأثر على قدرتهم على تلبية حاجاتهم الأساسية. وأبرز مجالات الإقصاء والتمييز تظهر بالحاجات الصحية وبفرص التعليم والحصول على وظيفة، حيث احتمال حصول هالأمور مع النساء ذوات الإعاقة هو 2 لـ3 مرات أكثر من الرجال من دون إعاقة، وممكن يتعرضوا للعنف 2 لـ3 مرات أكثر من أي امرأة أخرى. وأمام هالواقع بفهم أنه يمكن تشعري بفقدان الأمل، ولهالسبب نرجع على كريس جونستون بيقدم لنا فكرة الأمل الفاعل. فكيف منعرف الأمل الفاعل ومنستفيد منه؟ ممكن نختبر بالحياة مواقف وتحديات نشعر فيها أنه الأمل مفقود، ولكن إذا كان الوضع أو الموقف بيدعو لليأس،
بيبقى عنا الفكر، فكرنا هو المكان القادر على قلب وتغيير كل الأوضاع. بيقول عالم النفس فيكتور فرانكل اللي اختبر معسكرات الموت بالحرب العالمية الثانية إنه من الممكن أن يخسر الإنسان كل شيء إلا حرية التفكير واختيار الموقف وردة الفعل. هيدا تعريف الأمل الفاعل، إنه تكوني على معرفة وإدراك بحريتك الداخلية، وإنه تقرر الاستماع لرغباتك الداخلية وغض النظر عن منطق المجتمع والإشياء المرجحة إنه تحصل، وتختار تستثمر طاقاتك لتقومي بكل خيار وفعل ممكن يحقق رغبتك. إذا الأمل الفاعل هو التزام، ممكن يكون شخصي أو جماعي، بقرار ذاتي، وهو أيضا خيار ديناميكي، أي ممكن أنه يتطور ويتغير مع تطور الأوضاع والأحداث. هو فاعل لأنه بيتضمن تحيز نحو الفعل، أي التزام بالأفعال حتى الصغيرة يلي منقدر نعملها. رح نعمل اختبار تطبيقي مباشر. إذا أعطيتكم هالجملة كيف بتكملوها؟ بس فكر بوضع عالمنا بشعر أنه الأمور أغلبية الأوقات العبارات اللي بتكمل هالجملة هي خطرة، مرعبة، خارجة عن السيطرة. هالقلق العميق المنتشر مفهوم نتيجة كل المشكلات اللي عم بيعيشوا العالم. إذا قررنا نقيس درجة خطورة المشاكل اللي عم نعيشها، ونفترض أنه في آلة بتقيس خطورة المشكلة بمقياس من 0 لـ10، حيث 0 بيعني ما في مشكلة و10 بتعني الوضع كارثي، شو الرقم يلي بتختاروه؟ حسب التقديرات نحن بالدرجة السابعة أو الثامنة من الخطورة، لا بل أكثر. ولكن الأهم كيف أنت بتستجيبي للأوضاع. كتار بيقولوا أنه درجة تجاوبنا ما بتتخطى 3 أو 4 بأحسن الأحوال، يعني الفرق بين درجة الخطورة ودرجة الاستجابة كبير كتير. طيب وشو العمل؟ أغلبية الناس بتناسوا المشاكل وبيفضلوا عدم تشغيل فكرهم بمشكلة بتتخطى مقدرتهم على أحداث تغيير ملحوظ، يعني بتنعدم قدرتهم على الاستجابة. وبهالإطار بتقول الناشطة والكاتبة الأمريكية جوانا ميسي، من بين كل المخاطر اللي بنواجهها من تغيير مناخ لخطر الحرب النووية، بيبقى الأخطر موت قدرتنا على الاستجابة. وبالعودة إلي كامرأة بتعيش بالعالم العربي وكامرأة ذات إعاقة، كيف بتقيسي استجابتك الشخصية على التحديات يلي بتعنيكي، وكيف ممكن تصيري ناشطة وتستفيدي من الأمل الفاعل؟ لندخل سوا بهالموك بروح إيجابية وباستعمال الأمل الفاعل، بدعيك تجاوبي بطريقة شخصية على 3 أسئلة. أولاً، أحب أن أقوم بإنجاز أو تغيير بمجال. ثانياً، الأمر الذي أجد صعوبة فيه هو. ثالثاً، عند مواجهة القلق في الأوضاع الصعبة، الأمر الذي قد يساعدني هو. شاركينا أجوبتك بالتعليقات، وخليكي معنا لنكتشف سوا خصوصيات تكوين هوية المرأة ذات الإعاقة، وكيف ممكن تنطلق من معرفتك وعلاقتك بنفسك لتطور قدراتك القيادية وتلتزم بالخيارات اللي بتزيد من مستوى شعورك بالرضا بالحياة.